السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه kdim3d.com. الموقع دوت يعني الناس بتحكي عنه اساطير ان هو بتديله بعض الصور ويعمل لك حاجة 3D. تمام، يعني انت مثلا بتديله صورة زي دي 2D وحولك ل 3D وتبدأ تلف حواليها، وممكن ترفع كذا صورة، يعني 6 صور 10 صور زي ما انت عايز. تمام، طيب انا حبيت ان انا اجربه، لكن للأسف منفعشي لسبب بسيط. ان انا لما قلت له جنريت قال لي لازم تشترك، والاشتراك طلع بفلوس $6. تمام، 3 ايام $6، فطنشت. بس خلينا نشوف فيديو لي. تمام اهو، المفروض ان هو ده الصورة ال2D رفعتها وبيحولها لك ل3D. بحاول اختار شكل، لاحظ ان في جزء مش واضح بسبب ان هو ناقص هنا. في فيديو كمان اهوت، ترفع صورة، وممكن لو في عندك تعديلات الالوان تقدر ان انت تعدلها. اي حاجة 2D ترفعها هو يبدأ يتخيل ال3D بتاعها، وممكن نفس الحاجة تصورها كذا صورة من كذا اتجاه زي ما انت شايف، هو يبدأ ان هو يحولها. كان نفسي صراحة اجربه، لكن يعني تمام بيقول لي ماكسيموم 6 صور. تمام، فلما جيت ارفع الصور قال لي لا لازم تشتري. فعلى العموم اتمنى حد يجربها ويقول لنا ايه رأيه.